بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بالجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء 12 والأخير لمقرر مبادئ الأعمال المصرفية لأداء الفصل. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنتعرف عن إدارة المخاطر التي تواجه المصارف. في اللقاءات الماضية تعرفنا على المخاطر التي تواجه المصارف، وقلنا أن هنالك المخاطر السوقية والمالية والفنية. في هذا اللقاء سنوضح كيفية إدارة هذه المخاطر، ولكن قبل أن نبدأ نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع واضح لدى الجميع. هل الصوت مسموع واضح؟ إذا لنبدأ على بركة الله. سيخصص بعض من الوقت في نهاية اللقاء وقبل نهاية اللقاء، وذلك للإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم كما تعودنا سابقا في اللقاءات الماضية. حيث تعرف المخاطرة من المنظور المالي بأنها إمكانية حدوث انحراف في المستقبل، بحيث تختلف النواتج المرغوب في تحقيقها عما هو متوقع. ومن وجهة النظر الرقابية تعرف المخاطرة بأنها تمثل الآثار غير المواتية الناشئة عن أحداث مستقبلية متوقعة أو غير متوقعة تؤثر على ربحية المصرف وعلى رأس ماله. إذن هي وجود حدث يرتبط بالمستقبل، ويكون ذلك الحدث متوقعا، وذلك في حالة توافر معلومات جزئية عن احتمالية وقوع ذلك الحدث، بينما يكون الحدث غير متوقع في حال عدم توافر أي معلومة عن احتمالية وقوع الحدث مستقبلا، أي يكون مفاجئا بغتة. وبهذا يترتب على الحدث آثار غير مواتية قد تنعكس سلبا على الأرباح، وقد يمتد تأثيرها على رأس المال. وبالتالي هنالك ثلاثة أعناق مهمة لإدارة المخاطر، ألا وهي التوقع والقياس الضبط والتخطيط. الضبط والتخطيط، بحيث يكون هنالك نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها، ومن ثم قياسها وتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال البنك وأصوله وإيراداته، ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ولما يمكن القيام به، وذلك لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها وضبطها، وذلك للتخفيف من آثارها إن لم يمكن القضاء على مصادرها. هذا بشكل عام في إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية. بحيث أنه يجب ألا تشكل هذه المخاطر عائقا أمام المصارف الإسلامية للعمل، وليس الهدف من إدارة المخاطر القضاء على المخاطر، فهذا قد يكون من غير الممكن، ولكن للتقليل منها. ألا تزيد تكلفة درء الخطر عن قيمته،
وأيضا لا بد من التفرقة بين قياس المخاطر وبين إدارتها، حيث أن هنالك مضامين لإدارة المخاطر أهمها الوقاية من المخاطر المحتملة. أيضا الاكتشاف المبكر للمشاكل حال وقوعها والعمل على تصحيحها، وهذه تعتبر عملية مستمرة شاملة يشترك الموظفين على جميع المستويات فيها. وهنالك إدارة خاصة داخل كل مصرف مسمى إدارة المخاطر، بحيث تقوم بوظائفها بالشكل الصحيح. ومن أهم الوظائف لتلك الإدارة ألا وهي وظيفة وقائية، ووظيفة اكتشافية، ووظيفة تطبيقية، ومن ثم وظيفة تصحيحية. الوظيفة الوقائية، وهذه تتمحور في عملية تطوير استراتيجيات وإجراءات لترتيب المخاطر وتصميم السياسات للتخفيف من حدة المخاطر. الوظيفة الثانية الوظيفة الاكتشافية، وهي اكتشاف وتحديد المخاطر في حال حدوثها. الوظيفة التطبيقية هي بعد اكتشاف المخاطر لا بد من تطبيق السياسات وتحديد المسؤوليات والأولويات للتقليل من هذه المخاطر. الوظيفة الرابعة والأخيرة لإدارة المخاطر هي مراجعة السياسات التي سبق وأن وضعت والخطط التي وضعت وتصحيحها بما يتلائم بالوضع الراهن واختبار الكفاءة ومراقبة الإنتاج. وبهذا فإن إدارة المخاطر تعتبر نظام شامل متكامل يشمل جميع أعمال المصرف وجميع الموظفين فيه وجميع المعاملات والوسائل المستخدمة، بحيث تعتني إدارة المخاطر بكل عناصر العمل والنشاط وبمستويات مختلفة متوازية أحيانا ومتقاطعة أحيانا أخرى، وذلك لاكتشاف أي خطر من بداياته، وبالتالي وضع الحلول والمعالجة لتقليل من تأثيره. وبشكل عام، وهذا متعلق بالبنك المركزي أيضا، لا بد من تطبيق الركائز الثلاثية، بمعنى متطلبات لا بد من وضع متطلبات الدنيا لرأس المال لإنشاء المصرف، بحيث أن لا ينشأ إلا ولديه متطلبات دنيا من رأس المال، أي سقف من رأس المال، أيضا لابد عمليات المراقبة من قبل البنك المركزي لكافة البنوك الأخرى، أيضا لا بد أن يكون السوق ذا طابع انضباطي ووجود الشفافية المالية، وذلك بإيجاد تقارير دورية وتكون موضحة كل من له علاقة. هذا كل ما يتعلق بإدارة المخاطر التي تواجه المصارف بشكل
عام. الموضوع الأخير في مقررنا هي المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة، حيث في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام بالرقابة المصرفية، ومن أسباب هذه الزيادة بالاهتمام بالرقابة المصرفية زيادة المنافسة، أي كثرة المنافسين، أيضا التوسع في تقديم الخدمات، زيادة التكلفة، زيادة حساسيات الأموال لتحركات أسعار الفائدة، أيضا وجود الثورة التكنولوجية والزيادة الكبيرة في المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك. نعم، هذه أسباب الزيادة، الاهتمام بالرقابة المصرفية. من أهم المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة، لا بد من وجود الأهداف، الاستقلالية، الصلاحيات، الشفافية والتعاون، تحويل نسبة كبيرة من الملكية، كفاية رأس المال، عملية إدارة المخاطر كما ذكرنا، أيضا مخاطر الائتمان بحيث وجود أسقف ائتمانية يتوجب على البنك عدم تعدي هذه الأسقف. هنالك ما يسمى بالرقابة الاستراتيجية، وهذه تتضمن جانبين: جانب بيئة المصرف والمتعلقة بالبيئة المنظمة الداخلية والبيئة المنظمة الخارجية، وجانب الأداء والتنفيذ وهذا متعلق بداخل المصرف. بيئة المصرف الداخلية، وذلك من خلال عملية المتابعة والتعرف على ما إذا زالت نقاط القوة الخاصة بالمنظمة على حالها قوية أم ازدادت أم أن هنالك خلل، ففي حال وجود خلل لا بد من إيجاد الحلول لذلك الخلل ومعالجته بالشكل الدائم. بيئة المصرف الخارجية، لا بد من التعرف على الفرص التي تم تحديدها متاحة أو توجد الآن، وكذلك لا بد من التعرف على التهديدات أو المخاطر التي تم تحديدها وهل تم معالجتها أم لا، وكيفية معالجتها في حال لم يتم. من ناحية جانب الأداء والتنفيذ الداخلي للمصرف، ذلك بالمقارنة النتائج الفعلية بتلك المتوقعة، وهل وجد انحرافات بين النتائج الفعلية وبين المتوقعة، وفي حالة وجود هذه الانحرافات كيفية معالجتها. أيضا من أنواع الرقابة ما يسمى بالرقابة الإدارية، وهذه تقوم بتقييم مدى التقدم الذي تنجزه الإدارة في تحقيق الأهداف الخاصة بوحدات الأعمال.
أيضا من أنواع الرقابة ما تسمى بالرقابة التشغيلية، وهذه تهتم بتقييم أداء الأفراد والجماعات والإدارات على مستوى التشغيل، وذلك للتأكد من أن التنفيذ اليومي للأنشطة بسائر الخطط والأهداف السابق تحديدها. هنالك مجموعة من الخطوات الرقابية والاستراتيجية والإدارية للمصرف، أهم هذه الخطوات مراجعة الأسس التي بنيت عليها هذه الاستراتيجية، وهل هنالك اختلافات جوهرية، وفي حال وجود الاختلافات الجوهرية لا بد من اتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية، ومن ثم قياس الأداء التنظيمي، وفي حال وجود اختلافات لا بد من إيجاد الخلل ومعالجته، ومن ثم الاستمرار في الأنشطة للرقابة الاستراتيجية والإدارية. بينما خطوات الرقابة التشغيلية قد تختلف إلى حد ما، وذلك من خلال 4 عناصر رئيسية. العنصر الأول لا بد من وضع المعايير، والعنصر الثاني قياس الأداء، مقارنة الأداء بالمعايير، ومن ثم اتخاذ القرار. حيث أن هنالك عدد من المعايير، قد تكون معايير مرتبطة بخدمة العملاء مثل الوقت الخاص بعملية التسليم ونسبة مردودات المبيعات وعدد الشكاوي، وهنالك معايير مرتبطة بالإقراض مثل المبالغ التي كم من المبالغ التي من الممكن أن يتم إقراضها، وكذلك المدد المعطاة كمهلة لسداد تلك القروض. أيضا هنالك معايير مرتبطة بالموارد البشرية مثل معدل دوران الأفراد، وأيضا معدلات الغياب والتأخير، ومعدلات الأجور والخدمات. إلا أن هنالك أيضا معايير مرتبطة بالأداء المالي مثل معدل العائد على رأس المال، معدل العائد على الأصول، معدل تحقيق الإيرادات. وفي كل منظمة لا بد من قياس الأداء، ولقياس الأداء لا بد من تحديد زمن القياس والاهتمام برقابة الكم والكيف، ومن ثم تقرير مدى استخدام نظام الفحوصات والرقابة الاستراتيجية. ولتحديد زمن القياس لا بد من تحديد هل سيتم القياس أثناء عمليات التنفيذ أي مواكبة معها أو لاحقا لعملية التنفيذ. والأفضل أن يكون مواكبا لعمليات التنفيذ، وذلك لإيجاد الحلول مباشرة لأي خطأ أي خلل قد يحدث. لاتخاذ الإجراءات التصحيحية لا بد من تحديد أسباب الانحرافات في حال وجود انحرافات، ومن ثم اتخاذ الإجراء التصحيحي لتلك الانحرافات في حال حدوثها. هذا كل ما يتعلق بالمبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة، ولعلنا نتوقف هنا، وذلك الإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم. فمن لديه أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام أو بما تم ذكره في هذا اللقاء بشكل
خاص فليتفضل قبل أن نطرح الكوز. نعم، هذا آخر لقاء لنا بمشيئة الله تعالى. من أسئلة تتعلق بالمقرر بشكل عام. أحدكم يسأل عن الأساليب المحاسبية في التسعير. ذكرنا أن هنالك أسلوبين، أسلوب المستندة للتكلفة، وهذا يندرج تحته ثلاثة عناصر رئيسية: إما أن يكون على أساس التكلفة الكاملة، وإما أن يكون على أساس استيعاب هامش الربح، وإما أن يكون على أساس التكلفة الإضافية. والنوع الثاني من الأساليب المحاسبية في التسعير ما يسمى بالأساليب المستندة لتحليل التعامل مع العميل، وهذا يندرج تحته ثلاثة جزئيات: إما أن يكون عن طريق فرض رسوم موحدة على الودائع الجارية، أو فرض رسوم على الخدمات المقاصة، وإما أن تكون على تحليل ربحية العميل. نعم، عدد الأسئلة في الاختبار 40 سؤال. 40 سؤال. طيب، لعلنا نطرح الكويز الآن. الكوز الآن أمامكم. الكوز الآن أمامكم، وهو عبارة عن ثلاثة أسئلة. آمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد.
طيب الوقت المحدد الإجابة عن الكوز أنتهت، ولعلنا نناقش هذه الأسئلة مع بعضنا البعض. ذكر في السؤال الأول الرصيد النقدية في نهاية اليوم يساوي العهدة المستلمة في أول اليوم ويطرح منها مجموعة النقدية الصادرة المدفوعة. مدى صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة صحيحة. السؤال الثاني يقول: من أسباب زيادة الاهتمام بالرقابة المصرفية، وأعطي لنا مجموعة من الاختيارات: زيادة المنافسة، التوسع في تقديم الخدمات، وزيادة التكلفة، وكل ما ذكر أعلاه صحيح. والإجابة الصحيحة كل ما ذكر أعلاه صحيح، جميع الإجابات صحيحة. مجموعة استثمارات تسمى حساب، ولا حقيبة استثمارية، ولا تقرير سنوي تسمى حقيبة أو محفظة استثمارية. حقيبة أو محفظة استثمارية، نعم الإجابة فقرة ب. وإليكم الإجابة النموذجية لهذه الأسئلة الثلاث. طيب أحد عنده أي سؤال؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ طيب لعدم وجود أسئلة هنالك كوز آخر، وآمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد.
إليكم الكويز الآن، وهو عبارة عن 3 أسئلة أيضا. طيب، الوقت الآن انتهى، المحدد لي الإجابة عن الكوز، ولعلنا نناقش مع بعضنا البعض. ذكر في السؤال الأول يقول: من أهداف التسعير المصرفي المرتبطة بالتعامل؟ هل هو تعظيم العائد، ولا تعظيم الأرباح، ولا تحقيق أكبر حصة سوقية من السوق المصرفي؟ الإجابة صحيحة 3، اللي هو تحقيق أكبر حصة سوقية من السوق المصرفي. السؤال الثاني يقول: أحد الأساليب المستندة تحليل التعامل مع العميل لتسعير الخدمات المصرفية تحليل ربحية العميل، مدى صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة صحيحة. السؤال الثالث والأخير يقول: أحد الخدمات الائتمانية التي تقدمها البنوك، هل هو الإيداع والسحب النقدي، ولا اعتمادات مستندية، ولا الشيكات ومعاملاتها؟ الإجابة الصحيحة الاعتمادات المستندية. واضح. طيب، فيما يتعلق بالاختبار، الاختبار عبارة عن 40 سؤال، ستتضمن الجزء الأكبر منها أسئلة نظرية، وجزء يسير متعلق بالمسائل الحسابية. ركزوا فيما أعطي لكم من الكوزات خلال اللقاءات الحية، وأيضا فيما يتعلق بالتكليفات الذاتية أيضا،
وعلما أن هنالك تكليف ذاتي ثالث موجود على المنتدى، آمر من الجميع الدخول على المنتدى ومعرفة التوقيت، ومن ثم الدخول في الوقت المحدد، وذلك للإجابة عليه بالشكل الصحيح. أحد عنده سؤال؟ أي أسئلة؟ كان من أسئلة متعلقة بالمقرر بشكل عام قبل أن نختم. المسائل، جميع المسائل مطلوبة منكم، جميع المسائل مطلوبة، جميع المسائل التي سبق وأن شرحناها مطلوبة منكم. طيب بهذه الجزئية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.